غير بعيد مدينة الصويرة، وبعد التغيير الذي طرأ على مورفولوجية الشاطئ ارتباطا بتوسيع الميناء، ظهر حطام سفينة أثرية تعود للفترة الممتدة ما بين القرنين الثامن والتاسع عشر. مرتادو الشاطئ لاحظوا بروز ملامح سفينة كبيرة مجهزة بمعدات عسكرية من قبيل المدافع، ما يعيد إلى الواجهة سؤال الحفاظ على هذا التراث المادي المغمور. من موغادور، ريبورتاج يونس صباح والمتابعة لمحمد أبو بكر. تشهد هذه البقايا من الخشب على تاريخ يعود إلى قرنين من الزمن. تم اكتشاف حطام هذه السفينة في سنة 18 و2000، كنز أثري يبقى لغزا محيرا للمؤرخين الذين يطلقون العنان لمخيلتهم. مجموعة من الفرضيات هنا، ولو أنها فرضيات ماشي من المتخصصين، تقول بأنه ممكن أن بقايا أو اللقاء ديال هذه السفينة تجي من الهجوم اللي كانت تعرضت للصويرة مثلا في منتصف القرن 19. كيمكن لنا هذا المدفع بالضبط كيمكن يتأرخ من بعد هذا المدافع اللي خرجت من بعد، المدافع البرونزية. هي مجموعة من العوارض والقواطع الخشبية كانت تشكل القاعدة السفلية للسفينة على امتداد مساحة تزيد عن 26 مترا، وهذا الجزء من التاريخ ما يزال محفوفا بالمخاطر. رغم انه تورط ولكن كيبقى كيشكل خطر على المصطافين، الناس اللي كيعوموا هنايا، وبالتالي سنقوم بالجهات المختصة تقوم بالمتعين، اولا لحفظه، وثانيا لمعرفة تاريخ هذا السفينة. نظرية أخرى تشير إلى احتراق العوارض الخشبية لهذه السفينة بواسطة مدفع حديدي متأكسد في مكان قريب، وتغيير مجرى التيارات المائية والترسبات الرملية قد يؤدي إلى ظهور سفن أخرى غارقة بالشاطئ.